اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن فيلم الرعب والغموض هاتشنج 2022، وهو فيلم فنلندي. وفي الحلقه دي يعني مش هتكون مراجعه او تقييم، ولكن يعني هو عموما الفيلم كان جيد، ولكن هي حلقه شرح، فهي للي شافوا العمل فقط او اللي حابب يسمع ملخص للعمل مع شرحه، لان الحلقه هتكون فيها حرق كامل لاحداث الفيلم. هنبدا نخش في احداث الفيلم ونتكلم كمان عن شرح لاهم التفاصيل اللي فيه وايه الرساله الخفيه في الفيلم، واسره العمل نفسها قالت ايه عن معنى هذا الفيلم وايه اللي عايزين يوصلوه للناس، وهل الكائن ده حقيقي ولا مش موجود. بنبدا مع تينيا لاعبه الجمباز والاسره بقى السعيده او السعاده المزيفه اللي بتظهرها الام لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقه عكس ده تماما، ولكن هي مهتمه تماما باظهار نفسها واسرتها في يعني احسن مظهر، رغم التحكم الكامل منها والسيطره على ابنتها ومصيرها، وان هي عايزاها تكون نسخه مثاليه من لاعبه الجمباز زي الاحلام اللي هي ما عرفتش تحققها زمان، لانها برضو الام دي كانت لاعبه زمان ويعني خدت بطولات. هنشوف برضو حاجه من دي او معلومه عن هذا الموضوع. فعايزه بنتها تطلع صوره مثاليه ولا تسمح باقل من ده، ولا تسمح بالاختلاف او تتقبل بنتها، او ان هي مثلا مش عايزه اللعبه دي او مش عايزه تكون كده او مش شايفه نفسها فيها. وكذلك الاب شخصيه ضعيفه جدا ودايما مبتسم حتى مع ان زوجته يعني بتروح لراجل تاني او بتسيب البيت وتعيش مع واحد تاني. فهي اسره غير سعيده على الاطلاق، ولكن يعني حتى اما زي ما احنا شايفين لما بتطلع في الكاميرا تقول للناس او الجمهور يعني انها بتامل ان حياتهم يكونوا في حياه يعني عظيمه زي حياتهم، وطبعا ده كذب. وبيخش كائن غريب بقى للمكان بتاعهم او البيت بتاعهم، وهنا بتقوم الام فجأة بيعني قطم رقبة هذا الغراب. وبعد كده بنشوف برضو حاجة من موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي بتقعد تقوم باعدادها الام عشان تظهر دايما باحسن مظهر، وتقعد تقول لهم ان بنتي لاعبة جمباز رائعة. هي دايما عايزة تفخر ببنتها حتى لو البنت مش شايفة نفسها مثلا في اللعبة او مش قادرة على تحقيق طموحات هذه الام. وبتقول لها كمان جملة برضو بتوضح الموضوع ده والمغزى من الفيلم، بتقول لها ان المنافسة فوق كل شيء، وفكرة المنافسة دي والحمى المسعورة في عالم المنافسة بينها وبين صاحبتها خلقت منها يعني شخصية غريبة منطوية ملهاش اصدقاء، ما بتحبش اي حاجة ولا حتى بتحب لعبة الجمباز اللي هي فيها، ودايما كانت عايزة تحقق طموحات الام وعايزة تحقق رغباتها على حساب احلامها وتوجهاتها. وهنا بتسمع اصوات غريبة فبتستيقظ يعني وتروح الغابة، وبتلاقي الكائن اللي هو المفروض كان اتقتل او الغراب، وبتقوم يعني تخلصه من معاناته وكده، لقيته بتتألم فبدأ تضربه بعنف لحد ما يموت، وخدت البيضة بتاعته كأن هنا في احساس بالذنب على يعني ازاي هتسيب البيضة دي وحيدة، هذه محتاجة لرعاية ومحتاجة لأم. فكرة الأم والبنت مأثرة فيها، عايزة ترعى البيضة دي كأن هي بقى الأم بتاعتها زي ما أمها كانت بتعاملها، ولكن هي مش هتعامل الكائن اللي هيجي من البيضة دي بنفس طريقة معاملة أمها ليها. بدأت تراها وتحطها معاها في السرير، ونشوف بقى التدريبات وازاي يعني المنافسة وصلتها لحالة غاضبة، والتوقعات الدائمة منها مخليها في حالة حزن. وبتشوف كمان يعني اللي بيهز صورة الأم قدامها ان هي بتشوفها في علاقة مع احد الشخصيات في المنزل ده، الراجل اللي هم هيروحوا له بعد كده. والأب كالعادة قاعد مبتسم وبرضه بيحافظ على التوقعات السعيدة للعائلة كما تفعل الأم في مواقع التواصل الاجتماعي، أهم حاجة نحافظ على الابتسامة حتى لو البيت خربان من جوه. وهنا البيضة بتكبر بعد كده وبتبدأ تصاحب جارتها، ويعني جارتها دي بتلعب برضه معاها في لعبة الجمباز وتصبح منافسة لها. وهنا الأم بتلاحظ الكلام ده وبتلاحظ تفوق صاحبتها على تانية، فبتحس بالغضب، والبنت كمان حزينة لأنها حاسة بحزن الأم، وتبدأ تدربها بعنف وقسوة حتى لو البنت متعورة قدامها، تقولها العبي تاني وتالت وما تقوميش إلا لما، يعني هي عايزاها شكل مثالي، ما ينفعش حتى لو هي متعورة لازم تلعب، أهم حاجة البطولة والمنافسة في عقلية الأم. وهنا بقى البيضة بتكبر وتبدأ نشوف ضوء غريب عليها، وبنشوف هنا اللمحة بقى بتاعت إن الأم كانت برضو بتلعب إحدى بطولات وكان عندها جرح في رجلها بعد كده، يمكن هو ده اللي خلاها ما تكملش في هذه اللعبة، فده اللي مخليها برضو الموضوع القديم ده مخليها ان هي اكثر حرصا على ان بنتها تكون الصورة المثالية منها اللي هي معرفتش تكملها او تحقق هي وتكمل
احلامها، والبيضه دي بتكبر اكتر واكتر وبتفقس من دموع البنت، يعني كل ما بتبكي عليها بدات تتشقق وتفقس. والكائن اللي هيخرج ده المفروض ان هو اشبه بالطائر، ولكن هو يعني حسب كلام اسره العمل نفسهم قالوا ان هم كانوا يقصدوا ان القصه تكون ان البيضه بتفقس دوبل جانجر، او ده كائن في الاساطير وفي القصص وهذا الكلام الشبيه، كائن شبيه بيكون موجود اصلا في عدد كتير من افلام الرعب، ممكن ساعات بيكون واحد يعني بنفس الشبه ولكن يكون شخصية شريرة والتاني مثلا بيكون طيب، فهو يعني اشبه بكأنه توأمه ولكن بشخصية مختلفة. فيبدأ يخرج الكائن، ويعني بنشوف بقى الاب برضو بيخش مفزوع وكده، والبنت بتقول ده طائر يعني جه من بره، ويعني هو طبعا الاب ما شافش الكائن ولكن سمع صوت الازاز كان بيتكسر. شفنا بقى شكل الكائن ومدى بشعته، وهنا دي من افكار الفيلم تقبل تينيا هذه البنت الصغيرة بتلعب دلوقتي دور الام، هي اللي خلت البيضة دي تفقس، فهي بتلعب دور الام ولكن عايزة تبقى ام غير امها، يعني امها بتحب بنتها اللي هي تينيا حب مشروط، حب يشترط على ان هي تكون ناجحة في الجمباز، بينما تينيا تحب هذا الكائن الغريب وترعاه وتقوله ان هو جميل ولطيف رغم ان هو قبيح تماما. اذا فتينيا بتعمل صورة معاكسة للامومة غير اللي امها بتعملها، بترعى الكائن ده رغم قبحه ومتقبلاه رغم العيوب اللي فيه. يعني دي كانت أمنية عندها ان هي نفس الفكرة امها تعمل كده معاها او تتقبلها نفس العيوب، فهي بتحاول تعوض ده من خلال علاقتها مع هذا الطائر او الكائن الغريب. فشايفين الصورة دي معبرة جدا ازاي بترعاه او بتتقبله رغم الاختلاف والضعف، فدي رغبة جوه تانية ان امها تعمل برضو معاها كده، ما تكونش يعني دايما قاسية عليها وعايزاها تحقق احلامها. ويبدأ الكائن ده بيعمل افعال مرعبة، يعني بيبدأ بقى يكون هو تجسيد لافكار تينيا المخيفة، سمع مثلا الكلب المزعج بتاع جيرانهم، راح الكائن ده وقتل الكلب وبدأت تدفنه، وبدأت بقى يعني بتصاحب اكتر جارتها وبتشوفها ان هي بتعلق صورة للكلب اللي هو المختفي، والولد بيقول بقى على اخته ان هي اللي قتلت هذا الكلب. وبنشوف كمان البنت بيجي لها حالة كده اشبه بالصرع، بيتم التحكم في الكائن من الناحية التانية، يعني كل ما البنت بتقع كده وتتهز بنشوف ان الكائن بيعمل حاجة معينة، فهم مرتبطين ببعض كأنهم توأم أو كأن ده هو الدوبل جانجر بتاعها. وحتى لما الفستان تم تمزيقه تماما من قبل الكائن، كان كل تفكير الأم مش مثلا ايه معلش يا بنتي هجيب لك فستان جديد أو كده، لا كل حاجة مسيطرة عليها هو الموضوع المنافسة، وبرضو قالت لها أنا كنت فاكرة المنافسة مهمة بالنسبة لك، يعني كل تفكيرها مش في بنتها ولكن في المنافسة وموضوع الجمباز والصورة الاجتماعية وهوس مواقع التواصل الاجتماعي. ونشوف كمان برضو تعبير عن موضوع فكرة الشراهة في الأكل واللي بيحصل للمراهقين وهذا الكلام، فهنا كان برضو أسرة العمل وكاتبة السيناريو كانت قالوا يعني على الموضوع انهم برضو راحوا لأكتر من مكان شافوا صور لناس من اللي عندهم حاجة أمراض في موضوع الأكل أو اضطرابات في الأكل، شفناها كان بتاكل الأكل بتاع الطيور طريقة غريبة وابنهم اللي هي كان المفروض جايباه لهذا الطائر، وشوفنا حتى ان الكائن راح للام نفسها كمان وقف برضو عليها ونزل هذه المادة اللزجة على ايديها. في الوقت اللي كانت فيه البنت في العربية كانت البنت التانية المنافسة ليها بيتم ازائها بشدة، هنا تعبير عن احلك واظلم الرغبات داخل تينيا، هي يعني عايزة تصاحب البنت ده، جواها حاجتين متعارضتين، يعني هما هي عايزة تصاحب البنت جارتها دي وتعيش كطفلة عادية ما تشوفهاش كمنافسة او عدوة في اللعبة، ولكن الام بتفرض على البنت ان هي تكون او تشوف صاحبتها دي كعدوة، المنافسة اللي هتحطمك، المنافسة اللي هتتفوق عليكي، لازم تأذيها. فالتفكير ده ادى لان يخلي الكائن بالفعل يأذي هذه البنت اللي هي المنافسة بتاعتها او جارتها، وظهر قدامها فجأة وخوفها وقام بتشويهها وبهدلتها وراحت المستشفى. في نفس اللحظة دي وهي البنت بتتأذي كانت تينيا في العربية برضو بيجالها حالة كده رهيبة وغضب وحالة اشبه بالصرع، وبرضو الام تاني بتؤكد على الفكرة ومغزى الفيلم والهوس بتاعها وتقول اظهري لكل شخص انك الافضل. بدأوا بقى ينتقلوا للبيت الجديد وبرضو راحوا للراجل بقى اللي هو هيقعدوا معاه بديل الاب، ولقت برضو الكائن معاها وبدأ يتحول تدريجيا من مظهر الطائر الى طبعا سميته الي، وبدأ يتحول الى مظهرها تدريجيا، يخرج بقى من مظهر الطائر اللي خرج من البيضة.
وبدأت تزور صاحبتها في المستشفى واللي حصل ليها. طبعا صاحبتها كانت مشوهة تماما وبدأت تشد ايديها في حالة غضب، ان هي عارفة ان يعني شافت الشبيه بقى، الكائن الشبيه ليها ده، فاكراها ان هي اللي عملت فيها كده. وهنا بنشوف مشهد برضو مهم جدا، وهي بتبص لايديها في حالة ندم، وفي نفس الوقت بيجيب لنا كده الكاميرا بتجيب لنا صورة الكائن ده وهو بيبص لايديه المليئة بالدماء، كأنها حاسة بقى بالذنب او الشيء او الوحش اللي بدأ يتكون جواها والحالة اللي بدأت تجيلها والرغبات المظلمة، وبتحس بالندم الشديد. وحتى برضو الراجل بيسألها يعني انت فعلا بتحب الجمباز ولا بتعملي كده عشان يعني والدتك؟ وشاف الراجل ده الكائن ده وبرضه الباب اتقفل على ايده، كان مفزوع تماما. وحتى ان هذا الكائن او الشبيه اللي هي عليه الشبيه لتينيا بدأت بقى تمسك يعني فاس وحاولت تقتل الطفلة الصغيرة، وشافها الراجل وكان مفزوع، ده اللي خلاه يطردهم من البيت وقال لها يعني بنتك عندها مشاكل كبيرة ويمشوا من البيت ده. رجعوا بقى تاني طبعا للأسرة وكده، والأب كالعادة بكل برود استقبلهم بابتسامة، كأنه برضو بيحافظ على المظهر الاجتماعي وإن لازم نكون سعداء حتى لو احنا ميتين من الداخل. وبدأت بقى تقعد برضو كالعادة الأم رغم كل ده وفشل بنتها في المسابقة وسقوطها وإصابتها، بدأت تكلم برضو المواقع والناس المتابعين وتقول لهم، بدأ بقى تعترف تدريجيا تقول لهم أنا بقول لكم دايما إن كل شيء عظيم بس في أشياء خاطئة في حياتنا، ولكن هو مش في أشياء خاطئة، هي كل شيء خاطئ في حياته. فده من الأفكار الرئيسية اللي بيتكلم عنها الفيلم، فكرة التزييف، كل اللي أنت بتشوفه على المواقع، كل اللي بتشوفه على الانستجرام أو مواقع التواصل الاجتماعي مش حقيقي ولكن فيك، حاجات محاولة لتزييف حياة قد تكون مدمرة. شفناها وهي بتسرح برضو، المفروض ان هي فاكره بقى ان بتسرح لبنتها بعد ما خرجت من الدولاب، ولكن كانت بتسرح لهذا الكائن وخرج الشعر كده في الفرشه وبدات تحس برعب شديد وبدا الكائن يهاجمها. وشفنا بقى الصورتين جنب بعض تانية والدوبل جانجر بتاعها او اللوكالايك او التوأم الشرير بتاعها او التعبير عن رغباتها الداخليه الشريره التي خلقتها فيها الام، وقلت لها كنت انا التي فقصته. وبداوا ياخدوا سكاكين ويحاولوا بقى يهاجموا الكائن ده ويتخلصوا منه، ولكن هذا الكائن بدأ يهاجم الأم، والأم وهي بتحاول تقتل الكائن جات الطعنة في تينيا وبدأت تقع. وطبعا الأم بدأت تحس بالفزع وتصرخ إن هي قتلت بنتها، وبدأ الكائن أو الوحش يتحول تدريجيا إلى تينيا الطفلة، وكأن هي رسالة الفيلم إن خلاص أنت اللي عملتي كده. يعني المشهد النهائي ده بيعبر عن إن الأم قتلت الطفولة في هذه الطفلة بتحكمها وسلطتها، يعني السكينة بتعبر عن التحكم الكامل واللي هي بتعمل الأم بتعمل كده في البنت وحولتها لهذا الوحش، وهذا الوحش اللي كل همه المنافسة وتحطيم الآخرين هو اللي هيفضل وهو اللي هيكمل معاهم. واختفت وماتت تينيا الطيبة الطفلة البريئة النقية، فالكائن اللي هيكمل واللي قام بقى في النهاية دي والمظهر المرعب ده كانوا بيقول لك بقى رسالة الفيلم ان خلاص بعد اللي عملته الام هذا الكائن المفزع هو اللي هيكمل معاهم مدى الحياة بسبب اللي عملته الام في طفولتها يعني او اللي عملته في الطفلة دي وقتلت كل حاجة حلوة فيها. فالاب كان يعني شخصية ضعيفة في هذا الفيلم، زي ما قلنا ان هو اتعود من زوجته وما يحافظوا على كل حاجة، اهم حاجة المظهر الاجتماعي زي موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، والبنت كانت خلاص يعني بتستسلم لتحقيق رغبات الام. فهذا الكائن اللي هو علي يمثل يعني الجزء الشرير بقى طبعا من تينيا اللي هي بتحاول حاجات تخفيها جواها، حاجات خلقتها فيها الام، ولكن بتعملها بشكل كويس وبتحميها وكل حاجة وبتقولها انت جميلة، فهي كأنها يعني ايه ده اللي هي نفسها امها كانت تعمل كده معاها، نفسها كانت امها ترعاها وتتقبل الاختلاف بتاعها، فهي قالت لا انا هعوض ده وهعامل انا هذا الكائن بشكل كويس وكأني امه وهحنو عليه وهتقبل اختلافه وهتقبل العيوب اللي فيه. وزي ما قالوا يعني في أسرة العمل نفسها والمؤلفين لهذا العمل يعني قالوا فيه حوار في مقال بيقول لك بقى يعني ان السلوك بتاع عملية الهاتشنج او الفأس بتاع البيضة ده معناه ان انت تحب نفسك واطفالك دون قيد او شرط. ده كاتبة السيناريو قالت بقى في حوار معاها، هنشوف بقى التصريحات اللي هي قالتها. قالت ان كلمة هاتشنج يعني في اللغة الفنلندية كلمة الفأس دي معناها مختلف تماما شوية في الفنلندي، معناها اخفاء شيء او احتضان شيء. وقالت كمان عن شخصية الزوج ان هو يعني بيحاول التأقلم من خلال الضحك، يعني عن شخصية ضعيفة.
فكانوا كلهم العيلة بتحاول تحافظ على المظهر، والأم كمان شخصية حزينة وبتحاول دايما تبحث عن الشعور بالحب رغم ان هي اصبحت يعني غير قادرة على الشعور بالحب بشكل حقيقي. وهنا من تصميمات الفيلم بقى اتكلمت كاتبة السيناريو وقالت ان هي كانت عايزة تظهر للجمهور مدى وحدة البنت اللي هي تينيا. فهتلاحظ دايما في خلال الفيلم ان مش هتلاقي اشخاص كتير في الشوارع، حتى لما راحت المستشفى كانت فاضية، ومش هتسمع طيور كتير بتغني في الفناء، يدوب الاصوات بس بتاعت الجيران. وفي الجمباز هتلاحظ ان هي البنت كانت وحيده واصحابها دايما بيقولوا ده ما بتخرجش معانا وما بتستمتعش معانا، فبيعبر لك في كل حاجه من مشاهد الفيلم عن مدى وحده هذه الطفله. وقالت ان اكبر رساله للفيلم بقى يعني المغزى النهائي من وراء القصه الفيلم المرعب ده، ان اكبر رساله انت عليك تقبل الاخرين وتقبل نفسك وتقبل عيوبك، وان انت ما تقدرش تحاول دايما تحتضن مشاعرك المظلمة، وعليك ان انت تتحكم فيها ومواجهة عواطفك والاعتراف بيها. فهي دي كانت فكرة الفيلم والرسالة اللي فيه وشرح لتفاصيله. كانت يعني كاتبة السيناريو عايزة ايه من الموضوع، فكرة تقبل الاخر والزيف اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي واظهار بقى الاسرة الكاملة السعيدة وكل ده، رغم ان قد يكون الموضوع مختلف تماما، وازاي ان في ناس بيحاولوا يزرعوا احلامهم وافكارهم في اطفالهم، حتى لو ده بيقوم بتدمير اطفالهم او يخلق وحش معين جواهم. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.